الثقافة عشنا واحد الأسبوعين كانت واحد منافسة جد قوية حيث أن كانوا 37 دولة. فالحمد لله الدراري كانوا في أحسن مستوى. الدراري التحموا بعضياتهم وحاولنا باش نتكلموا مع الدراري باش نكونوا نردوا هذيك الهيبة اللي كانت في رياضة الملاكمة. والحمد لله تمكننا من الظفر بالمرتبة الأولى وبواحد الظهور اللي كان جيد، لا بالنسبة للذكور لا بالنسبة للإناث. والحمد لله هذا ما كيدلش على أنها مازال خصنا العمل ومازال خصنا الخدمة، وحنا في طور تكوين واحد الشباب مع ملاكمين اللي عندهم تجربة. والحمد لله كنطلب من الله سبحانه وتعالى باش يكونوا دائما في حسن ظن سيدنا الله ينصرو، في حسن ظن الجمهور المغربي وخصوصا جمهور رياضة الملاكمة. درنا 10 ديال لي ميدي دور ودرنا 4 ديال 3 ديال لي ميدي دارجون و 3 ميدي برونز. حاصلة كانت جد مشرفة بالنسبة، وكانت أول مرة في تاريخ الملاكمة المغربية، وهذا شرف ليا لأنني كنتواجد مع هذه المجموعة. وأولا قبل كل شيء كنشكر حتى المجهودات اللي كيقوم بها السير، هذا ماشي أنا، راه كل شيء كيعرفني، ما أنا ما كنغطيش شي واحد ولا كنجامل شي واحد. الرئيس قام بواحد المجهودة كنشكروا عليها وللناس اللي مسؤولين، وكذلك على الخصوص هما الملاكمين. الملاكمين كانوا أخوة، كانوا حاولوا باش تكلمنا بعضياتنا باش ندخلوا لواحد التاريخ، والحمد لله ربي ما حشمناش. وكنتمنى دائما نكون في حسن ظنكم وحسن ظن الجمهور.